الخبر الاولي عدنا عن ياسو دخولها المستشفى. فريد نزل شويه ستوريات ياسو من داخل المستشفى. بالنسبه لساعة عن السبب فياسو يا حبايب صار لها اسبوعين قاعده شويه داخف لهذا دخلت المستشفى، ولكن اطمنوا يا حبايب فنزل شويه ستوريات طلعت من المستشفى وطمن متابعيها انه هي بخير وسلامه، فالله يشفيها يا رب ان شاء الله ما بيها للعافيه. وراح اعطيكم الستوريات شوفوها. طبعا اليوم اجينا وين حزر اجينا وين الحمد لله السلامه يا ابي. انا كم مره قلت لك تشربين نرجيلة؟ لا الشاقة حبايبي البارحة اللي كان باللايف يعرف السالفة انه هي صارها تقريبا اسبوعين الدوخ تمام؟ يمكن ما ادري ايش انت تسوي يلا ما عاد قومي قومي ما ابي شيء. ان شاء الله الفيديو جاي تعرفون حبايبي الفيديو الجاي تعرفون بتقولين شيء؟ لا يلا بيس ليش عم تصور اصلا؟ يلا باي باي. هلو الحمد لله صرت احسن كثير، ناس كثير كثير كتبوا لي عن جد شكرا كثير. ياسو شو صاير لك؟ شو صار معك؟ ما بعرف شو والله، حتى انا ما بعرف، يعني عندي مشكله بالضغط، ضغطي كثير 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 نازل وكثير عم دوخ. فالدكتور نصحني انه شوف دكتور حنجره واذن ما بعرف شو، أنا يمكن يكون عندي مشكلة بالأذن الوسطى أو هيك، لأنه عم دوخ بطريقة يعني مو طبيعية، بس هيك حرك راسي بصير بدوخ وضغطي كتير نازل. فبس هذا اللي صار معي، شكرا لكل الناس اللي كتبولي، حبكم. بعرف إنه كان مفروض اليوم نزلكم فيديو بس لأنه صار معي هيك ما قدرت، فإن شاء الله بكرة أو بعد بكرة بنزلكم فيديو. أوكي عذروني، يعني اليوم كنت بدي أنزل فيديو وما مشي الحال وبس. نروح حاليا للالتقاء الناري والصدمة صراحة بنفس الوقت ما بين أبو فلة وأحمد أبو الرب. فأحمد أبو الرب وأبو فلة نزلوا شوية ستوريات ويا بعض، وبناجي القاخم كان وياهم يا حبايب. راح أعطيكم الستوريات صراحة مش متحفزين من قطع الناري، حسوا ويا بعض وشوفوا الستوريات. يا جماعة أخيرا شفت بومباستيك بومباستيك الناري. أنا اللي تحقق الغاز انقلع. أي بس اسمع أعلى واحد أبو الرب حبيبي. أنا مش حلم؟ أنت حلم يا زلمة حلم. ننتقل حاليا نورمارو تنزل شويه ستوريات هو والا، ودي يقولون هم مريضين فالله يفيهم يا رب وان شاء الله ما بيهم للخير والعافيه. وبنفس الوقت نزل شويه ستوريات دي على مخلله على تصويرهم مقطع ويا بعض، راح ينزلكم مباشره على الخطه الثانيه. مقطع واضح راح يكون كلش ناري الساعه بالاربع راح ينزل، شوف الستوريات. هلا كيفك؟ بدهم منيحه. جلدين صورنا لكم الفيديو بكره على القناه الثانيه. واو واو انا وعلاء. واو انا وعلاء. فيديو جد رهيب كتير كتير حلو، فيه ضحك وراعة وعقابات وكل شيء، فخليكم جاهزين بكره على الساعة 4 فيديو نار. بنفس روح حاليا الفضيحة المتوقع انه هي السبب اللي خلى بيسان اسماعيل انه هي تطلع من برنامج بوليفارد للمواهب، اللي هي سبب مشاكل بين انا شايب وبيسان حاليا، واللي هو انتشار هذه الصورة يا حبايب اللي انا شايب كان ويا بنية بقاعدة رومانسية مثل ما شايفين يا حبايب، كانوا يحبون بعض. القصة كاملة حنقول لكم اياها باكر اذا وصل هذا الفيديو 25000 لايك. وصل 25000 لايك عم تنزلكم القصة كاملة تعرفون كل شيء، اكتبوا لكم التاشر رقم هذا الخبر. وصلوا يا حبايب انها وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات وبس، شنكم فايزين مقطع من كل القصص، احبكم ومع السلامة. Yeah.